تواصل الجزائر الإصلاحات السياسية والاقتصادية لترسيخ الطبيعة الديمقراطية والمرنة للجزائر الجديدة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون واستقلالية العدالة ومكافحة الفساد وعصرنة الإدارة العامة وتفعيل مجتمع مدني حر ومسؤول. وتكريسا لهذه الطبيعة نظمت الجزائر يوم 7 سبتمبر الجاري الانتخابات الرئاسية التي سترفع نتائجها الأولية إلى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها وفقا للتشريع الانتخابي المعمول به. من جهة أخرى يشاطركم وفد بلادي مخاوفكم بشأن انتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد النساء في الفضاء السيبراني وخارجه، وفي هذا السياق ندين حملات الكراهية والتضليل المسعورة التي تعرضت لها البطلة الجزائرية إيمان خليف خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة والتي تتعارض مع القيم الإنسانية والرياضية. السيد المفوض السامي، تندد الجزائر بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مخجل بالرغم من وجاهة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أقر لا سيما بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الفصل العنصري، وتطالب في هذا الإطار بتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير ردعية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة والمحاسبة والعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي العربية الأخرى وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. كما تعرب الجزائر عن قلقها العميق إزاء انسداد العملية السياسية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب الصحراوي، وكذا محاولة تكريس الاحتلال كسياسة الأمر الواقع، وندعو الدول للالتزام بالقانون الدولي، ونذكر أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار.